برلين مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات ميسرة بكور، مرحبا بك دكتور. العنوان في هذا المؤتمر كان الدعم الكامل لكييف، لكن في التفاصيل تبدو الاختلافات والتباينات في الموقف الأوروبي. ليس هناك موقف أوروبي وفقا لمراقبين واحد فيما يتعلق بتعزيز الدفاعات والمقاتلات إلى أوكرانيا، هل هذا صحيح؟ تحياتي لك سيد. تحياتي لك سيدتي. هناك اتفاق أو شبه اتفاق على أن لن يتم تزويد أوكرانيا بالطائرات، وهذا الاتفاق سببه هو ما جاء في التقرير وما قاله المستشار شولتز وما أكد عليه الرئيس الفرنسي بأنهم لا يرغبون في التصعيد مع روسيا وبأنهم مستعدون لحرب طويلة الأمد. هذا ردا على مراهنات بوتين بأنه يراهن على حرب طويلة الأمد وبالتالي تمزيق التحالف الأوروبي الأمريكي الموالي الداعم لأوكرانيا، وهذا الذي أكد عليه أيضا المستشار شولتز بالاستعداد للحرب طويلة الأمد. ولكن هم في الوقت الحالي لن يزودوا أوكرانيا بالطائرات، ولكن دعونا نتذكر بأن كل اللاءات التي وضعها حلف الناتو والاتحاد الأوروبي وأمريكا تم التغاضي عنها. كان هناك لاءات على تسليم الدبابات اليوبارد إلى أوكرانيا، صواريخ طويلة المدى. صحيح هم أخذوا تعهدات من وزير الدفاع الأوكراني بأنه لن يتم استهداف الأراضي الروسية بهذه الصواريخ طويلة المدى، ولكنهم تنازلوا عن كل اللاءات، وبالتالي ربما إذا استعر وتيرة الحرب وأصبح هناك خطر على أوكرانيا ربما يتم تغيير هذه الإجراءات. ولكن دعيني ألخص لك اليوم الأول لهذا المؤتمر بكلمات بسيطة. هم أوروبا اقتنعوا بأن أسهل طريق للوصول للسلام مع بوتين هو الاستمرار بتسليح أوكرانيا من أجل الانتصار في الحرب. هذا ما أكد عليه الرئيس الفرنسي ماكرون وأكد عليه المستشار شولتز. الوقت الآن ليس للمفاوضات، أكد عليه الرئيس شولتز والمستشار والرئيس الفرنسي الاستمرار بدعم أوكرانيا. البعض يرى أن هناك ثم التناقض في التصريحات، يعني هناك حديث عن دعم لكييف ودائم ومستمر وحرب طويلة الأمد كما قال ماكرون، لكن في ثنايا التصريحات هناك أيضا اتجاه عكسي لهذا الدعم بأن هناك حذر في التعامل مع توريد الأسلحة، لا يجب أن يكون هناك مزيد من الاستفزاز لروسيا. هذه الرسائل تحمل وجهين وليس وجه واحد. سيدتي هناك اتفاق على أنه يجب على أوكرانيا أن تنتصر، ولكن هذا الانتصار لا يجب أن يكون هزيمة مذلة لروسيا. هذا الاتفاق تام، وهذا كان مطلب فرنسا ومؤكد عليه اليوم الرئيس الفرنسي. يجب أن لا تزل روسيا في أوكرانيا، ولكن يجب أن لا تنتصر. ولكن هناك اتفاق تام على أن يجب تزويد أوكرانيا بجميع أنواع السلاح من أجل الانتصار بهذه المعركة. هناك في مراكز الدراسات والصحافة في ألمانيا وفي أوروبا يتحدثون، وهناك استطلاعات للرأي تقول ماذا بعد وإلى أي حد يمكن أن تستمر أوكرانيا في الصمود، وهل تستطيع أوكرانيا أن تنتصر أم لا. هذه نقاشات دائرة. طيب ولكن ابقى معي دكتور. هناك خوف. نعم ابقى معي دكتور، نتابع بعض التطورات ونحللها أيضا. علاقة كييف والغرب لا تخلو من خلافات.